وقيل ادوب بريمير هو احسن لوجيستيل ديال المونتاج. وقيل هذاك فاينل كات بالنسبه للصوت كيبان لي اخويا داك ابيلتون ابليطون ما عرفتش سميتو بروتوز هو باش يخدموا الصدوات الكبار داكشي هو احسن لوجيستيل. ما تقولش ليا زعما شنو في نظركم احسن لوجيستيل ديال الصوت وشنو احسن لوجيستيل ديال المونتاج. دابا غنهضر شويه مع الناس اللي تيخدموا الفيزيوال واللعيبات. حنا عندنا هنا في المغرب اكثر لوجيستيل تداولا في الشركات الكبار واللعيبات هما ادوب بريمير افتر افي داكشي ديال ادوبي واللعيبات. كاينين بزاف الناس حتى هما لي بروفيسيونيل تيخدموا بالفاينل كات وكاينين ناس اخرين تيخدموا بدافينشي ريزولف. هادو هما اللوجيستيلات اللي هما منتشرين بزاف اللي طاحوا لي في بالي واللي هما بروفيسيونيل ومعترف بهم. نجيو نهضروا على احسن لوجيستيل بالنسبه لي انا العشران. اول حاجه باش تعرف شنو هو احسن لوجيستيل باش تخدم فيه حاول ما امكن ما تبسيتيكاش. حاول ما امكن تعرف بلي اي شركه راه خدمات على راسها مزيان باش تبراندي راسها باش السميه ديالها تولي كتخلع باش انت تخلعك غير السميه اوتوماتيكمون في دماغك تبقى تصور بلي داك اللوجيستيل راه هو احسن لوجيستيل. مي في الواقع راه حاجه اخرى. المونتاج اول حاجه تيكون في الدماغ. المونتاج هو جاي من التغذيه البصريه اول حاجه لانسبيراسيون الخدمه ليكسبيريونس هي اللي كتخول لك انك دير واحد المونتاج في دماغك قبل من اللوجيستيل. اللوجيستيل تيكون غير وسيله ولكن بلاتي هاد الوسيله خصها بيان سور تكون كتعاونك باش انك تمونطي داكشي ديالك فواحد الوقت اللي قليل بواحد النتيجه اللي هي زوينه. كيف ما كنعرفوا البروفيسيونيل هو واحد الشخص اللي تيخدم خدمه واعره في وقت اللي هو قليل. اللوجيستيل حتى هو عنده ايد في هادشي وتيعاون في هاد البلانات هادو. ادوبي هي اكثر شركه الانتشار حيت هي اللي مديره فوتوشوب ادوب بريمير افتر افي هادشي تيخلع لي تطوريال منتشرين بزاف في اللعيبات. مي في الواقع الاغلبيه ديال الناس اللي هما حريفيه ولا الدومين ولاو تيتشكاو بزاف حيت ادوبي شدت لوجيستيل واحد قسماته على اربعه باش تبقى تبيعو بزاف د المرات. المهم اللي بغيتي الساط تمونطي خاصك تمشي لادوب بريمير. اللي بغيتي تقطع زعما ودير داكشي البيزيك اللي بغيتي لي زيفي اللي هما واعرين سير افتر افي. ولا بغيتي اخويا دير الصوت بطريقه مزيانه سير الاوديشن. ولا بغيتي اخويا غير تاكسبورتي الفيديو ديالك اللي ساليتي سير الميديا انكودر. المهم الشركه العلم ديال هذاك ومن حقها انها دير هذا الشيء كامل. نبدل الباتري غنكون قصت الكادر شي شويه ما تديوش على هذا البلان هذا. كيف ما قلت لكم العشران فريمون قلت بالي انا حياتي كامله تخدم ادوبي كيفاش غنمشي لوجيستيال اخر كذا كذا. حتى قال لي واحد الدرود عمي اللي هو تو كيخدم معايا في هذا الشيء واللعيبات واكسبير حتى هو حاقد على ادوب بريمير وكيعتبروا بلي اللوجيستيال اللي تيتقل لنا الخدمه وتيمرضنا. المهم قال لي راه كاين واحد اللوجيستيال سمعت به سميتو دافينشي. قلت لي دافينشي كذا هذه شنو هو هادشي عمري سمعت به. ملي مشيت نقلب عليه لقيته هو اللوجيستيال اكثر استعمالا في هوليوود. يعني واحد اللوجيستيال اللي عنده واحد القائمه اللي هي كبيره استديوهات هوليوود ولعيبات كيصايبوا به هو اللوجيستيال رقم واحد ديال الكالر جريدين وداك الشيء. من بعد مشيت قلبت اكثر لقيت باللي الشركه طورت راسها وكتخدم دابا كتطور راسها باش انها تحتكر المهم السوق تولي زعما هي كدير كلشي. مابقاش بنادم يقول غير كالر جريدين هي دافينشي. بالعكس ولات باغي تنافس بواحد الطرق اللي هي زوينه بزاف وطريقه الربح ديالها زوينه بزاف لهذاك خونا اللي هي تيهم هذاك خونا اللي تيصنع وباغي توصل وتوصلوا معاه. المهم هاد دافينشي ريزولف مصايبه الشركه ديال بلاك ماجيك. بلاك ماجيك ما كاينش شي واحد في الدومين ديال الاوديفيزيوال ما تيعرفهاش خصوصا الناس ديال التصوير اللعيبه. شي واحد كاميرا سينمائيه اللي بمعايير كبيره بزاف. وبلاك ماجيك مصايبه بزاف ديال اللعيبات طابل ديميك طابلت ميكساج وبزاف ديال التخربيقات مصايبهم بلاك ماجيك. يعني واحد الشركه اللي عندها واحد الحضور في السوق ماشي اي شركه اللي غادي يحقرها بنادم. دافينشي فابو تخيلوا معايا لوجيسيال فابور كنصح به اي واحد العشرين فابور وفي واحد الفيرسون اللي بالفلوس. وديك الفيرسون اللي بالفلوس الشركه ما باغيكش تربح حتى توصل انت تجي ربح. هادشي باش عجبتني الفيرسون اللي بالفلوس. شنو اللي ليميت اللي فيها ما تقدرش مثلا تخرج بواحد الفورمه اللي كبيره مثلا الكات كا الويكا داكشي اللي غتحتاجو غير لك انت كدير شي عمل سينمائي. والناس اللي كيديروا اعمال سينمائيه والاعمال اللي هي كبيره كتخرج بهاد الكاليتي كامله بيان سور عندهم فلوس باش يشراو اللوجيستيال. الراي ديالي بالنسبه للكوطي ديال الفيزيوال واللعيبات انا نهضر معكم دابا كمتخصص دابا نهضر في التخصص ديالي اللي هو الصوت. واش بغيتو تعرفوا شنو هو احسن لوجيستيال باش تخدم الصوت. بزاف ديال الناس يقولوا لك شكون احسن اف اس ستوديو ماشي بروفيسيونيل ديال التسجيل بروتوز هو اللي بروفيسيونيل الا راه شي وحدين كيديروا شي حاجه واعره وكيخدموا بالكيوبيز الا هذه الرق الرق. شوف العشرين باش نجيكم من الاخر البرنامج ما هو الا وسيله اللي كيعرف يميكسي تيميكسي في اي برنامج. باش نكونوا واقعيين اللي تيخول لك الفرق هو الماتريال اللي عندك ديال الصوت هو اللي غادي يخول لك واحد الفرق. وانت كيهمك انك تخدم في واحد لوجيستيال اللي هترتاح فيه وشي انسبيريك تعجبك الديزاين ديالو كتخدم فيه مرتاح كتنتج فيه اكثر. بخلاصه كل واحد فيكم يخدم في اللوجيستيال اللي هو مرتاح فيه. كاينين بزاف اللوجيستيالات اللي هما بروفيسيونيل منهم اف اس ستوديو برو تولز كيوبيز لوجيك برو ابلتون. كاينين بزاف اللوجيستيالات اللي هما بروفيسيونيل كل واحد يختار اللوجيستيال اللي هو غادي يرتاح فيه ويخدم فيه ويمشي فيه مزيان.
ونعطيكم واحد الخبر غندير عليه فيديو بوحدو. اف ال ستوديو تخرج واحد الفيرسون العام الجاي 2023 تخلع بنادم في اف ال ستوديو. هذوك اللي تيقول لك اف ال ستوديو ماشي ديال التجال ماشي لا غير ديال هذيك دا، ومن بين الحوايج اللي زوين دونا على الشركه دابا ما ندوشكم على هذا الديتاي، شركه ايماج لاين اللي مصايبه اف اس ستوديو كتسمع البنادم الصاد، حنا تنهمو اللي تنخدمو فيه واللعيبات بنادم داكشي اللي تيعطي الراي ديالو كتمشي كتحاول تصلحو في الميزاجور، تكون مره الميزاجور ديال كتصلح فيها المشاكل كذا. بروتوز واخد هذيك الفكره ديال حنا هما بروتوز، حنا في الاستوديوات الكبار العيبات، المهم ماشي غير هضرتي انا، هضرت شي ناس اللي تاهما مراكنه وعايشين وسط داكشي وعارفين البلانات هادو. وحاجه اخرى ما بغيكمش تركزوا مع شكون هو احسن لوجيسيال، شكون هو احسن هذه، كيفاش احسن هذه، اختار لوجيسيال واحد من بلوجيسيال ديالت لهم بروفيسيونيل وارتاحيتي فيه، وركزوا بزاف على السكيلز ديالكم. احسن لوجيسيال هو انت، ما كاينش احسن لوجيسيال، انت هو احسن لوجيسيال. الا طورتي السكيلز ديالك ولا عيشت شي واحد النيفو، اي لوجيسيال حطوا لك به غادي تخدم به، لان لوجيسيال عندك غير وسيله. المهم غزلت غتكون واعر، لانك انت تقدر تخدم شي لوجيسيال غتعطل فيه بزاف ولا كذا، وكتقدر تخدم شي لوجيسيال اخر تزرب العيبات ديالك تطلعهم دغيا، ما يكونش كيعطل عليك الخدمه وكذا، وصل لواحد النتيجه اللي هي زوينه، لانك انت عندك داكشي في دماغك وعندك الاذن ديالك ربيتيها باش تولي تسمع بواحد النيفو، تولي تفهم في لاكاليتي وبزاف د الامور مع الممارسه والخدمه واللعيبات. وبالنسبه للفيزيوال كتكون عندك واحد الفيزيون ارتستيك، انت اصلا مونطي العيبات في دماغك، اللوجيسيال غير واحد الطريق. هذا هو النيفو اللي بغيكم تركزوا معه، ركزوا مع سكيلز ديالكم، مهارات ديالكم طوروهم، وركين ما يدير 20 طوروا غير المهارات ديالكم وغادي تكون غير الخير ان شاء الله. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا، كيف ما قلت لكم تيبقى الراي ديالي وبعض الحوايج اللي انا كنت محتاج اللي يقولهم ليا فاش يلا كنت بادي كنت دايخ كتبقى مركز بزاف ما عرفتش شنو احسن لوجيسيال، اول مره كنصايب شي حوايج ناضين وتجي شي واحد تيقول لي يا بالهضره تيبقى يطرطم عليا تيقول لي انا تنخدم بلوجيسيال فلاني كدا هادي ديك الهضره ديال والو، تولي نشوف راسي صغير شي صحابي انا داك الشيء تندير عيان في الوقت اللي فاش نشوف الريزلت ديالو تلقى خدم بواحد اللوجيسيال اللي عنده واحد ليماج كبيره في الاخير ما كاين والو. انت ولا انت خلي لي الراي ديالك في هذا الموضوع في كومونتيرات، دير شي لايك الفيديو شجعنا به الا عجبك الفيديو بيان سور، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. كان معكم كابريم، بيس.